مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية. الملخص بشير إلى أن هناك ارتفاع على درجات الحرارة، تبقى الأجواء حارة وجافة عموما في معظم مناطق المملكة. أيضا هناك رياح نشطة وغبار في بعض المناطق، خاصة المناطق الوسطى والشمالية وأيضا الغربية والشرقية منها، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر وتكون تحت تأثير كتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع واضح وكبير على درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة، باستثناء المناطق الشمالية بتكون درجات الحرارة تقريبا أقل نسبيا. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة في الرياض الأجواء معتدلة إلى لطيفة، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 22 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء حارة بامتياز. الاثنين بتكون درجة الحرارة العظمى في الرياض 39 درجة، لكن الأجواء بالليل معتدلة إلى حارة نسبيا، الصغرى المتوقعة 26 درجة مئوية. يوم الثلاثاء والأربعاء أيضا أجواء حارة، وأيضا بتكون العظمى بحدود 40 درجة مئوية الثلاثاء والأربعاء، لكن الأجواء بالليل بتكون معتدلة إلى حارة نسبيا، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة يوم الاثنين بالرياض 27، بينما الصغرى المتوقعة في الرياض يوم الأربعاء 25 درجة مئوية. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية، أجواء حارة نسبيا ومغبرة في سكاكا، العظمى 36 والصغرى 20، عرعر 35 19، تبوك 37 إلى 18 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة أجواء حارة، المدينة المنورة 39 24، جدة 37 26، مكة المكرمة 40 إلى 27، والطائف الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 29 إلى 19 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، الباحة وأبها أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، الباحة 25 العظمى والصغرى 18، أبها 27 15، بينما جازان الأحوال الجوية حارة نسبيا بالنهار معتدلة ليلا، العظمى 35 والصغرى 27 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الشرقية، أجواء حارة بالنهار لكنها معتدلة أثناء الليل، دمام 34-22، حفر الباطن 35-24، والإحساء 38-21 درجة مئوية. المناطق الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة، حائل 35-20، بريدة 39-24، والرياض 39-26 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم، ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب.